أعزائي طلبة بريبون، هنكمل مع بعض سون ستيكس بعنوان جيومتريك ترانسفورميشنز، يعني التحويلات الهندسية. احنا درسناها في جريد 5 التحويلات الهندسية دي، خدنا فيها الريفليكشن والترانزليشنز والروتيشنز. الدرس ده يعتبر مقدمة للتلات دروس الجايين. هنبتدي ندرس الريفليكشن والترانسليشنز والروتيشن بالتفصيل، والدرس ده يعتبر مقدمة للتلات دروس الجايين. على سبيل المثال ABC ده تريانجل أو أي شكل هندسي، ده بيسموه الصورة الأصلية الأوريجينال إيميج ده الأوريجينال. الـ A داش الـ B داش الـ C داش ده الإيميج، يعني ABC ده الشكل الأصلي الأوريجينال، و A داش C داش B داش ده الإيميج بتاعهم. لو لاحظت ده أول شكل ده ريفليكشنز، يعني إيه ريفليكشنز؟ لو حطيت مراية هنا كده أو حطيت خط هنا كده هيبقى كأنه عمل مراية، المسافة دي قد المسافة دي والمسافة دي قد المسافة دي، ومن بي للخط ده داش يساوي بي للخط ده اللي هو خط أو line of reflections. translation التريانجل ال A B C حصل له ترانسليشن ل A داش B داش C داش. احنا قلنا ان A داش B داش C داش بنسميه الايمج، وال A B C ده الاوريجينال بتاعنا، اوريجينال شيب اوريجينال فيجر. طيب التريانجل A B C حصل له هنا ايه؟ حصل له هنا روتيشنز بزاوية معينة من نقطة معينة، حصل له روتيشن من نقطة O، حصل له روتيشن كل نقطة حصل لها روتيشن بزاوية معينة. وبالنسبة للريفليكشن حصل له انعكاس، في خط انعكاس كده في منتصف المسافة line of symmetry، عمل زي مراية. وهنا في الترانزيشن عمل انتقل من مكان لمكان بمقدار واتجاه معين. يعني ايه انتقلت لـ A داش بمقدار واتجاه معين، بي اتنقلت بـ داش بمقدار واتجاه معين، وهكذا. النقط الكورسبوندنج للنقط الأصلية زي A داش B داش C داش بنسميها image of A و B و C. يعني A داش image of A، B داش image of B، C داش image of C. هناخد example find the image of triangle ABC A equal 1 or 2 B 3 or 2 C 3 or 5 by the geometric transformations. بداية A دي location of A، يعني ايه احداثي A، يعني كلودينيت بتاع A، A عايز امثلها دلوقتي، امشي واحد واطلع اتنين، يعني يتمثل اكس ويتمثل واي، اكس واحد واي اتنين، مثلنا نقطة A. B تلاتة واتنين، مشيت تلاتة وطلعت اتنين يبقى دي B. C تلاتة وخمسة، مشيت تلاتة وطلعت خمسة يبقى دي نقطة C. الايمج بتاعتها ايه؟ الايمج بتاعتها اكس وسالب واي. طب يبقى اول حاجة هنحدد الايمج بتاعتها، هنحدد A داش تبقى ايه؟ هي هي الاكس هي هي الاكس اكس واكس الاكس هي هي واحد. طب الواي ماينس واي، الواي بتاعت الامج ماينس واي يبقى كام؟ ناقص اتنين. ماشي نقطة B، اكس زي اكس زي ما هي، اكس زي ما هي تلاتة، واي ماينس واي يبقى ماينس اتنين. طب C
اكس زي ما هي في اول مسألة، اكس زي ما هي، واي ماينس واي يبقى ماينس 5. نبقى نحدد النقط بقى، اي داش 1 1 اهي، مشيت 1 اكس ونزلت واي بماينس 2، ادي اي داش. طب بي داش مشيت 3 ونزلت ماينس 2. طب سي داش 3 وماينس 5، مشيت 3 ونزلت ماينس 5. طبعا واضح ان دوا بيبقى ريفليكشن، شكل ده كده ريفليكشن، حصل ريفليكشن في اكس اوف سيمتري اهو، اللي هو الاكس اكسس والاثنين متناظرين نفس الشكل زي كانك مرايه يعني. طب شوف اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده اكس واي. طيب نحدد نرسم الاول ايه، 1 و 2 1 ونطلع 2 يعني دي اكس ودي واي. طب بي 3 و 2 اكس 3 وواي 2 ماشي، سي 3 و 5 امشي 3 واطلع 5 خلاص. طب ايه داش بقى هتختلف النوبات، هجمع اكس زائد 1، اكس بواحد هحط عليها 1 تبقى باتنين، واي اعمل فيها ايه اطرح منها ناقص 3، هنا 2 اطرح منها ناقص 3 تبقى كام، ناقص 1. حددنا الاي داش. طب النقطة التانية بي، اجمع الاكس 1 يبقى 3 زائد 1 4، واي اطرح منها ناقص 3 باتنين اطرح منها ناقص 3 بناقص 1 تمام. سي اعمل فيها ايه، اجمع عليها 1، 3 زائد 1 4 تمام، واطرح من واي ماينس 3 يبقى 5 ماينس 3 2، وابتدي امثلهم اي داش بكام، باتنين اكس وسالب 1 واي ماشي، وبي داش 4 وسالب 1 واي تمام، سي داش 4 و2 واي. واضح دي طبعا هي ترانزيشن، انتقل من هنا لهنا اتجاه مقدار معين، يبقى دي ترانزيشن. طيب ترانسفورميشن ترانزيشن. طب نشوف المسألة التالتة بنفس الكلام، ايه هنمثلهم اي وبي وسي، الاي كلهم بقى هياخدوا ماينس واي، هتبقى ماينس واي واكس معكوسة يعني، يبقى ماينس 2 وبي ماينس 2 وسي ماينس 2، والواي بتاعتها خدها من الاكس يبقى هنا احط الواحد، الواي بتاعتها خدها من الاكس احط التلاتة، الواي بتاعتها خدها من الاكس بتاعتها احط التلاتة. مثلنا هنا واضح ان دي هتبقى روتيشن. دي بيقول لك اكس واي بيساوي ماينس واي واكس يعني عكس، هنا اكس واي هنا ماينس واي، حط هنا ماينس 2 واكس الواي بتاعتها حط الاكس دي 1، هنا ماينس واي، ماينس واي بكام بناقص 2 حطها، وحط هنا كام الاحداث بتاعتها اكس 3 حطها، هنا ماينس واي بكام ماينس 5 تمام اهي ماينس 5، وحط هنا ايه، حط الاكس اللي هي دي 3 الاكس بتاعتها 3 وهكذا، ونرسمها ووضع هي روتيشن. Describe the type of transformation in each of the following figure. حدد إذا كان reflection, translation, rotations. واضح إن الأولاني ده transition لأنه انتقل من مكان ما لمكان بمقدار وقوة معينة اتجاه معين، يبقى ده transition. هنا واضح إن هو هيبقى rotation لأنه لو في نقطة O هنا نقل A لA داش وB لB داش وC C داش بزاوية معينة، يبقى دوا روتيشن. هنا ده axis of symmetry، خط التماثل بتاعنا، وهو ده زي مراية، يبقى اللي هنا قد اللي هنا، يبقى ده واضح ان هو ريفليكشن.
اخر اكزام هناخده draw the image of the following figure to show the transformation then divide each types. المسألة الأولانية اهي x و y عندنا a b و c و d. a على الرسمة احداثياتها 2 و 0، b على احداثياتها على الرسمة 6 و 2، d احداثياتها 1 و 2، c احداثياتها 5 و 4. عايز بقى ال a داش وال b داش وال c داش وال d داش. ال a داش وال b داش وال c داش ال x بتاعتهم زي ما هي، بس ال y هتبقى minus y. اوكي، هنبتدي نجيب احداثيات البوينت ال a 0 2 و 0، 2 x وفي مش تطلع واي، تبقى واقفة هنا على x، تبقى 2 0 احداثي x 2 و 0. b هتبقى 6 و 2، c هتبقى هنمشي في x 5 ونطلع واي 4، يبقى 5 و 4. d هنمشي x 1 ونطلع واي 2 هتبقى 1 و 2. يبقى عايزين نجيب الايمج بتاع كل واحدة منهم. الايمج بتاع كل واحدة منهم اكس تفضل زي ما هي، اهي اكس زي ما هي 2، واي هتبقى ماينس واي ماينس 0 بـ0. طب التانية اكس زي ما هي 6، وماينس واي هتبقى ماينس 2، سي اكس زي ما هي 5، وماينس واي هتبقى ماينس 4، دي اكس زي ما هي 1، وماينس وماينس واي ماينس تبقى الاثنين دي تبقى ماينس 2. هنرسمها، واضح ان هي الريفليكشن حوالين اكس اكسس. المساله اللي بعد كده اي بي سي تريانجل، احداثي اي 1 و 0، احداثي بي 4 و 0، احداثي سي 4 و 2. عايزين نجيب الاي داش بي داش سي داش، هن ماينس اكس، نحط ماينس اكس وماينس واي في كل واحده منهم عشان تبقى نجيب البي اكس داش والبي داش والسي داش، هيبقى ماينس 1 ماينس 0 هي 0، ماينس 4 ماينس 0 هي 0، ماينس 4 هتبقى ماينس 4، ماينس 2 هتبقى ماينس 2. هنرسم، هيبقى ده اي داش بي داش سي داش، واضح ان هو روتيشن. المساله اللي بعد كده سي اكس وواي، اكس بلس 2 وواي بلس 3. هنجيب احداثيات النقط الاول اي وبي سي، احداثياتها اي بي سي احداثياتها اهي، هنجمع على الاكس 2 وعلى الواي 3 في كل واحده منهم عشان نجيب الاي داش بي داش سي داش. هنجمع هنا زائد 2 هتبقى 1، زائد 3 هتبقى 4، هنا هتبقى 2 3 زائد 3 زائد ناقص 1 بـ2، ماشي. هنا نجمع هنا 2 هيبقى 5، ونجمع هنا على الواي 3 هيبقى 4، هنجمع على الاكس هنا و2 هيبقى 3، هنجمع على الواي هنا 3 هيبقى 6. هنبتدي نرسم اي داش 1 و 4، نرسمها بي داش 3 و2، نرسمها لحد النقطة يعني سي 5 و 4، نحددها دي 3 و6، نحددها نوصل بين اي داش. واضح ان الشكل حصل له ترانزليشن، لان الشكل انتقل بمقدار وقيمة معينة، يبقى ده كده ترانزليشن. السؤال التالتة دي ترانزليشن.